طب مين اول حد يعني مجهزه من دلوقتي ان انت تقولي له كل سنه وانت طيب في الفالنتاين؟ يا هقول لناس كتير بس اولهم مدام يسرى. يمكن اعمالك معاها كان فيها تألق غير عادي يعني اكتر من اي عمل تاني مش كده؟ انا بحب مدام يسرى جدا واستاذ جمال عدل الحقيقه. انا كده عندي اتنين ست، مدام يسرى راجل استاذ جمال عدل، لان هم الاتنين اثروا في حياتي وفي قلبي جدا. تاني حاجه من اوفى الناس ومن اكتر الناس اللي ممكن يقفوا جنب اي حد في الوسط الفني وبره الوسط الفني الحقيقه كمان. يعني تاني حاجه مدام يسرى بقى حاله خاصه بالنسبه لي، لان اتعلمت منها ازاي تحب كل الناس، لان كانت حاله بالنسبه لي غريبه ان انا وانا ببص لها كده هي ازاي بتقدر تسلم بود وبحب وضحكه لطيفه جدا لكل الناس في البلاتو. فانا كنت مستغربه، لما حصل لي وعي شويه ونضج شويه فهمت ان الانسان لما فعلا طاقات سلبيه تخرج من قلبه وزعله يعني حاول يروق شويه فعلا بيقدر يحب كل الناس. فمدام يسرى دي طاقه ايجابيه ماشيه على الارض، فانا بحبها طبعا.